خلينا نروح لفولفيو كولوفاتي، طبعا نجم الانتر ونجم الميلان السابق وصاحب لقب كاس العالم اللي اتحقق مع ايطاليا سنه 82 في اسبانيا. جيل عظيم الحقيقه، حقق كاس العالم او لقب كاس العالم لايطاليا سنه 82، وده واحد من طبعا افراد الجيل ده. خلينا نرحب بيه في البدايه. يهمني طبعا بعد ما بشكرك طبعا على شرف لينا انك تكون موجود معانا على شاشه النادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. شكرا لكم، مساء الخير على جماهير قناة النادي الأهلي، وفخر وشرف لفولفيو كولوفاتي الظهور على قناة ثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. الأهلي فقط يتخطى ريال مدريد وقد خطف اللقب من الميلان. لهذا أنا محظوظ لتواجدي على قناة النادي الأهلي اليوم. أتمنى في يوم من الأيام البطولة التي تنقص النادي الأهلي فقط كأس العالم للأندية، لأن أعلم أن الأهلي الأعظم في أفريقيا وفي مصر وفاز ب بطولة افريقيا 10 مرات. انا كمان من عشاق روسو نيري الحقيقه، وعشاق نجومه على مدار اجيال كتيره جدا، واتمنى انه يرجع مره تانية لمنصات التتويج.